قاتل ربع سكان العالم، أو بالأحرى سدس سكان العالم، لأن الأرض طبعا في الوقت ده كانت بتتكون من 6 أفراد فقط. السلام عليكم، معكم خالد وحلقة جديدة لكم معنا. الفيديو ده ظهر قدامك قدرا، ساعدنا اننا نوصله لغيرك. ساعدنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكمان عاوزين نوصل الفيديو لمئة ألف لايك. شكرا لدعمك لينا. قاتل ربع سكان العالم هو قابيل ابن سيدنا آدم عليه السلام، أو بالأحرى سدس سكان العالم، لأن الأرض في الوقت ده كانت بتتكون من 6 أفراد، هم طبعا آدم وحواء وقابيل وهابيل وبنتين إخوات قابيل وهابيل. وفي روايات تانية بتقول إن آدم ما أنجبش غير قابيل وهابيل، علشان كده قتل قابيل لهابيل كان قتل ربع سكان العالم. طبعا أنجبت السيدة حواء توأمين بيتكونوا من قابيل وأخته، وبعدها حملت وأنجبت توأمين تاني هم هابيل وأخته، ولما كبروا أوحى الله تعالى إن قابيل يتزوج من توأم هابيل والعكس هابيل يتزوج من توأم قابيل. لكن الأمر طبعا ما عجبش قابيل، لأنه كان عايز يتزوج من توأمه وإنه أحق بها من أخوه علشان هو الأكبر. لكن آدم عليه السلام أخبره وقال له إن الله هو اللي أوحى ليه الأمر، لكن طبعا قابيل رفض الأمر وقال لا ولكنك أثرته علي بهواك. فاقترح سيدنا آدم أن كل واحد منهم يقدم قربان أو صدقة إلى الله عز وجل، واللي يتقبل قربانه هو طبعا الأولى به. فطبعا قام الأخين قابيل وهابيل بتقديم القربان إلى الله، فتقبلت صدقة هابيل وما تقبلتش صدقة قابيل، لأنه بيكتم جوا نفسه شر ربنا وحده اللي أعلم به. ولما تقبل الله صدقة هابيل، نظر قابيل لأخوه هابيل وكان بيزرع في الأرض وقال لأقتلنك، فرد عليه هابيل واللي كان بيرعى الأغنام وهو بينصح إن الله يقبل من المتقين، لأن مددت إلي يدك لتقتلني لا أقوم بردك، لأني أخاف عقاب رب العالمين، فلا أريد أن أكون من أهل النار التي أعدت للظالمين. طبعا قابيل ما عجبوش الأمر وما عجبوش كلام أخوه هابيل، وقام بارتكاب الجريمة وقتل أخوه هابيل، وترك جثته طبعا في العراء. كانت أول جريمة ترتكب على وجه الأرض. فبعث الله الغراب يعلم قابيل إزاي يواري سوءة أخيه، وده لما الغرابين اتصارعوا مع بعض مات واحد منهم، فقام اللي كان على قيد الحياة بدفن الغراب الميت في التراب. وهنا حس قابيل بالذنب وندم أشد الندم، وبقى يردد يا ويلتي لم أستطع أن أفعل مثل هذا الغراب فأواري جثة أخي في التراب. وبكده يكون وصلنا لنهاية الموضوع اليوم. ما تنسوش تدوسوا على زر الإعجاب، كمان ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، وما تنساش تشاركنا رأيك في التعليق. شكرا بقى لحسن مشاهدتكم، استنونا في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.